بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب القرآن. سورتنا اليوم التي نقف معها هي سورة ذكرت قصة عظيمة مشهورة كلكم تعرفونها، ألا وهي قصة هدم إبرهة الحبشي للكعبة الذي اصطحب معه ذلك الفيل العظيم ليهدم بيت الله عز وجل. فأنزل الله هذه السورة ليروي لنا كيف جعل كيده في ضياع وجعل كل ما فعله هباء منثورا. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عندما توجهوا لهدم بيت الله عز وجل أرسل الله عز وجل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الحجارة كانت مصومة عليهم ومسومة إليهم، تنزل على رأس الواحد منهم فتهلكه. أهلكهم الله عز وجل ودفع كيدهم، ولم يدافع عن بيت الله عز وجل أحد إلا هو سبحانه جل في علاه. وكما قال عبد المطلب لأبرهة عندما ذهب إليه: للبيت رب يحميه. فحمى الله عز وجل بيته منهم وجعلهم كعصف مأكول، جعلهم كأوراق النبات التي تأكلها الدواب ثم تدوس عليها، أو كأوراق الشجر اليابسة التي تدوس عليها الدواب. أهلكهم الله شر هلاك. وهكذا يكون حال كل من أراد ببيت الله الحرام سوءا، أو أراد ببيت الله الحرام شرا، أو ألحد فيه، فإنه يصيبه بعذاب عظيم. إن الله عز وجل يحمي بيته ويحمي مقدساته جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.